ورجعنا لحضراتكم مره تانية. عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا؟ عملنا العكاوي هوريها لحضراتكم، طلعنا الرقاق الناشف ان شاء الله هنعمل رقاق طري عشان خاطر مدام منال كمان. دلوقتي بقى احنا بما اننا يعني دخلناها الفرن اوري لحضراتكم برده بصه بسم الله سريعه كده عشان تشوفوها، انا نقلتها فوق معلش، والرقاق اهو تحت شايفينه، خليني اقربه شويه اهو شايفين، والعكاوي اهي شغاله ان شاء الله تطلع زي الفل، تاخد بس الوش كده وتبقى قمر بسم الله. وهنبدا بقى نعمل وصفه لطيفه بما ان عندنا رقاق، واكيد واحنا بنعمل الرقاق ده اتكسر مننا شويه كده، وطبعا في طبق كلنا بنحبه اكيد ام علي، يعني كتير مننا بيحبوا ام علي الحقيقه. وبعدين انا مع الزمن الجميل قوي، يمكن اللي كنا زمان ايه اللي هو الرقاق مع لبن وفانيليا وسكر وناكل الرقاق باللبن. تعالوا نعمل ام علي على الطريقه القديمه بالرقاق. عندي ام علي بالرقاق، هنعملها ازاي؟ عندي رقاق متكسر الكميه اللي تعجب حضراتكم واللي تناسبكم، وعندي لتر لبن سخن، وعندي سكر حسب الرغبه زي ما حضراتكم تحبوا، في ناس بتحب تحليها بالحليب المكثف، عندي نص كوبايه من الكريمه ومعاها وش اللبن، وش اللبن والقشطه دي في ام علي الحقيقيه اصلي قوي يعني مهمه جدا، رشه فانيليا، عندي قرفه عود دي اختياري او احط قرفه باودر مع المكسرات تدي طعم، انا هعمل كده. عندي مكسرات حسب الرغبه، للوش عندي ربع كوبايه من القشطه البلدي، وعندي كيس كريم شانتيه، وعندي نص كوبايه كريمه. بصوا بقى انا هعمل كالاتي، انا مش هحط على الوش الا القشطه، وهاخد الكريمه مع اللبن علشان عايزه تدي طعم كده غني. ام علي دي بقى ليها قصه، واي قصه؟ قصة أم علي دي رائعة، طبعًا حضراتكم عارفين إنها كانت في العصر الأيوبي أيام عز الدين أيبك. كانت زوجته عنده ابن اسمه علي، وهي كانت زوجته وهو تزوج من شجرة الدر لو تتذكروا، كانت ملكة مصر أو حاكمة مصر يعني في الوقت ده، وهي اللي إيه زوجته اتضايقت جدًا وراحت ساعتها وقتلت شجرة الدر. أحط كده كوباية بس. قتلت شجرة الدر في الحمام بتاعها بيقال بالقبقاب، معرفش هو القبقاب ده اللي هو الخشب اللي احنا عارفينه ولا حاجة تانية بس ماشي. وبعدين رجعت عملت احتفال لأنها كانت سببت في قتل جوزها، يعني شجرة الدر تسببت في قتل جوزها لأنه كانت بتعتبره ضعيف الشخصية. أنا مش عشان التاريخ دي حتتي فأنا بحب، فطبعا انتقمت لجوزها، وبعدين رجعت عملت حلوى وزعتها على الناس بمناسبة قتل شجرة الدر، وكانت هي سميت باسم أم علي لأن هي كان ابنها اسمه علي، وهذه قصة أم علي. أنا بقلب بقى، حطيت السكر وشوية من الكريمة، وده اختياري، السكر لازم يكون حسب الرغبة، في ناس تحبه مسكر، في ناس تحبه وسط، ناس تحبه مسكر زيادة، براحة حضراتكم، لكن المعتدل دايما أفضل. خليني بس إيه أخد الكم واحدة اللي جم من السكر دول من على الوش كده، حاضر هشيل دول كده هنا، وبعدين هحط الفانيليا دلوقتي وهوريكم بقى انا هعمل ايه. بصوا بقى هنا انا بغلي هنا، وهاخد رشه الفانيليا بتدي طعم حلو قوي مع ام علي بسم الله، ونقلب نغلي اللبن غلوه حلوه 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 يعني. وبعدين هاخد كده بوله صغيره اخلط فيها شويه مكسرات بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي زبيب، وهاخد معلقه واحده من السكر معاهم، عارفين الحشوه دي اهو، مش هكتر الزبيب علشان هو مسكر واحنا حاطين سكر، وادي معلقه سكر او معلقتين سكر مع المكسرات، وهاخد رشه من القرفه بسيطه، وبقيت رشه الفانيليا، يعني انا قسمت كميه الفانيليا شويه مع المكسرات وشويه مع اللبن، قلبت كده مع بعض. تعالوا بقى نوزع بسم الله الرحمن الرحيم شوية الرقاق الحلوين بتوعنا دول هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، مش بقى الباف بيستري وبعدين تقدروا الجلاش، عارفين عجينة، عارفين الجلاش لو اتبقى عند حضراتكم حبيتوا تحمصوه ادوله دهنة كده من السمن وتحمصوه في الفرن هيبقى رائع برضو. هاخد كده شوية وهاجي هنا في النص من المكسرات دي، هاخد كده هرش كده رشه حلو، وبعدين احط شويه كمان بسم الله عشان يبقى في كل الرقات في مكسرات.
ام علي دي كانت طالباها مننا رودينا. يا رب يا رودانيا تشوفي الحلقه وتعرفي ان احنا اهديناها لك. كل جمهور الاهلي ومتابعينا من كل مكان، متابعي قناه الاهلي او وكمان اصدقائنا في النادي الاهلي يستمتعوا ان شاء الله بالوصفه دي. بصوا كده اهم، دي بقى كده شويه جاهزين اهم، شايفين ازاي تدي طعم حلو قوي المكسرات دي. طبعا المكسرات تتحمص، الافضل ليها في الفرن تستمتعوا بيها، ويبقى نسبه الزيوت اللي فيها بتطلع مظبوطه، وكمان طعمها بيبقى احلى. هشيل بقى اي حاجه اتبقت مني، باخد دول كده في كيس واحطهم في درج الثلاجه. بقيه المكسرات تنفعني في مره تانية، بعمل ام علي، بعمل جلاش، بعمل قطايف، بعمل اي حاجه، الدنيا تبقى تمام. انا سايبه بس اللبن يغلي غلوه حلوه، وهاخد كده قشطه اللبن جنبي علشان بسم الله والمعلقه. بصوا دي قشطه بلدي، شايفين القشطه البلدي دي احلى حاجه في الدنيا مع ام علي الحقيقيه الاصليه. تعالوا بقى بصوا اللبن غلي، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده شويه عشان اتاكد ان السكر كله داب تمام واللبن سخن. بسم الله، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل. طبعا بتاخد كميه لبن حلوه لان الرقاق بيمتص شويه حلوين من اللبن، مش زي الباف بيستري تاخد وتتشرب بسرعه وخفيفه. بصوا خليني ايه اكمل صب، عايزه بس امسح الحبه دي. شايفين ازاي لازم تبقى كده غمراها اللبن، ما تتغروش ان اللبن يبقى على قدها انها تتشربه تاني. اعمل كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين، شايفين ازاي اهو اهو. هاخد بقى القشطه دي وهبدا اعمل كده، شايفين ازاي اوكي اهو. القشطه بقى البلدي او وش اللبن اللي عند حضراتكم احلى ام علي، مش محتاجين سمنه. احط سمنه ليه؟ انا عندي القشطه كفايه جدا عشان كمان ما تبقاش تقيله ويبقى ليها تيست وطعم. جربوها كده وقولوا لي. مدام منال لو هتعملي رقاق طري تقدري تعملي منه وصفات حلوه كتير، ان شاء الله هنعمل لكم بيه حاجات حلوه، وصفات حلوه يعني للحلو اهو. شايفين ازاي كل ده بقى هيدوب، وهي اللي هتدي اللون الجراتان واللون الذهبي الحلو لما تخش الفرن. ما بحطش غير عند الشوايه يعني، عشان هي كل المكونات بسيبها بس بره الاول 10 دقائق لازم قبل ما ادخلها الفرن، ما ينفعش ادخلها على طول، بسيبها الاول تتشرب كويس وتبقى تمام. فبقى ظبطت نسبه اللبن وعرفت انه اتشرب كويس، فتطلع ما هياش ناشفه قوي، لان لو بيتها يوم في الثلاجه تيجوا تاني يوم تاكلوها تلاقوها فيها طراوه وليست جافه وناشفه. طيب هبدا كده اوري حضراتكم بقى العكاوي نطلعها. بصوا بقى المنظر، بصوا بقى الرقاق بدا يتلون تحت ازاي، مش محتاج شوايه. حضرتك شايفني بالنضاره كويس؟ منورني. بصوا كده اما يجي مخرجنا حالا. الله الله، تعالوا بقى يا نهار ابيض، تعالوا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وهسيب لكم الرقاق تشوفوه. هطلع بس ده الاول هنا كده. طاجن العكاوي ريحته جهنمزه. بسم الله، بصوا بقى الرقاق، الورقه اللي قلنا لحضراتكم تحت، قصدي نلف لفه بس. انتوا مركزين مع العكاوي اكتر؟ ماشي. العكاوي برضه يعني ليها حقها. اهو بصوا اوريكم بس ده طلعته لكم لفوق بعد اذنك مخرجنا، تشوفوا الرقاق. ماشي على مهلك. ده انا ما لحقتش يعني، انا كنت حطاها تحت استوى. الطبقه بقى اللي قلت لحضراتكم الناشفه الرقاقيه اللي احنا ما بلناهاش كلها في اول طبقه، هي دي اللي هتتحمص من السمنه وهتبقى مقرمشه من تحت، لان في ناس بتحب ايه تقلبه على البوتاجاز، تحطه الاول راق وبعدين تطلع الراق الثاني ويبقى كده. شفتوا بقى الجمال اهو، شايفين ادي صينيه الرقاق. ياخد بس وش كمان يتحمص تحميصه حلوه اكتر شويه من كده وبعدين ايه نطلعه. وادي ام علي. ام علي زي ما قلت لحضراتكم لازم نستشعر يعني، طبعا هي جت على شويه القشطه دي هنحطهم طبعا اهو اهو.
عشان تبقى اتخدمت يعني. اهو شايفين ازاي؟ بصوا بقى اوري حضراتكم كده السائل فيها، بصوا بدا ايه، كل ما تتشرب كل ما تبقى احلى. طبعا هتدخل بقى الفرن هتبدا تجف، بعد ما بتبرد بتبدا تجف، الدنيا بتبقى لطيفه جدا. ممكن بقى احط رشه كده من القرفه خفيفه على الوش هنا كده، تدي تيست وطعم كده حلو. طبعا ممكن بقى ندخلها الفرن، عايزين ندخلها لكم دلوقتي؟ تحبوا ادخلها لكم؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، خليني ماشي. يا نهار ابيض الريحه دي يا جماعه، هاخد بس الايه، بسم الله. الفرن اهو شغال والشبكه في النص والشوايه شغاله على الهادي، ونبدا بقى نوري حضراتكم شكل ام علي اهي. بعد ما بتطلع بتبقى شكلها كده، شايفين لونها بيبقى جميل ازاي؟ القشطه بتسيح وبتبقى رائعه. عايزه اقول لكم الرقاق مالوش حل، بس عايز ايه ياخد الوش كمان. بصوا 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 جمال، بصوا بصوا الحركه دي، بصوا. يا نهار، انتوا هنا بقى خليكم معايا كمان هنا، بصوا يا نهار ابيض، مقرمش مقرمش. اوه لا 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 لا، انتوا لازم تجربوه حضراتكم وتقولوا لي رايكم فيه، وتاكلوه بألف هنا وشفا وصحه وهنا على قلب حضراتكم. عايزين تعلوا بقى الرقاق وتخلوا الصينيه دي اعلى، ويبقى خمس طبقات او ست طبقات تحت وسته فوق، اللي يريحكم. وادي ام علي، وعملنا النهارده الحمد لله الرقاق الناشف بطريقه بسيطه وسهله، علشان كل اصدقائنا اللي قالوا لسه بيبداوا يعملوه، ان شاء الله تنجح معاكم. عملنا العكاوي، طاجن عكاوي بالخضار رائع، ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم. وعملنا ام علي من الرقاق على الطريقه القديمه بالقشطه البلدي الحلوه بتاعتنا.